السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي تلفزيون الحياة في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات الملاعب اليوم. طبعا حلقة النهاردة خاصة جدا، ضيفنا النهاردة ونجمنا كابتن أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني، وطبعا يعني جميع الشارع المصري وجميع الشارع الكروي عندهم حالة سعادة كبيرة بفوز المنتخب الوطني امبارح على المنتخب النيجيري وتأهل المنتخب الوطني لكأس الأمم الأفريقية بعد غياب 3 دورات. الحقيقة يعني غياب طويل جدا بعد ما حصل المنتخب الوطني على 3 بطولات. بيتأهل النهاردة بعد عناء كبير، بيتأهل من استاد برج العرب أمام المنتخب النيجيري وسط 70,000 أو 75,000 من جمهور مصر العظيم. سمعنا امبارح تصريحات كبيرة جدا من عدد كبير من الروابط ألتراس وايت نايتس، مجموعة كبيرة كانت موجودة امبارح في المدرجات، شجعوا بالتزام كبير جدا جدا جدا. والسؤال اللي بقف عنده تاني، يعني بوجه لهم كل التحية كل الاحترام، يا جماعة طالما بنعرف نشجع ونعرف نلتزم ونعرف نتفتش ونعرف يبقى في مشهد حضاري، ما بنعملش القصة دي ليه؟ مقفلين دماغنا ليه؟ قاعدين بنعاند ليه؟ ما نرجع بقى المدرجات، ما نخش وزير الشباب والرياضة ما يمد ايديه، جمال علام رئيس اتحاد الكرة ما يمد ايديه، مرتضى منصور، محمود طاهر، كل الناس دي، ما النهاردة الناس دي تساهم، الناس دي النهاردة تمد ايديها، والجمهور برضو يمد ايديه، يمد ايديه الجمهور ويلتزم، والنهاردة الجمهور يمد ايديه عشان يرجع المدرجات. كفاية بقى الكرة من غير جمهور الحقيقة صعب جدا جدا جدا. الوضع امبارح كل الناس بتقول امبارح ان الوضع امبارح في برج العرب، بص الملعب، بص المشهد عامل ازاي، زي ما يكون اول مرة اشوف الملعب ده، رغم ان كل الماتشات معظم ماتشات دوري تتلعب في استاد برج العرب، ولكن النهاردة الجمهور 75,000 واحد قاعد بيقولوا يا رب في استاد برج العرب. حاجة يعني مفيش اجمل ومفيش اروع من كده. امبارح نجوم مصر كلهم، ابراهيم صلاح ومحمد صلاح واحمد حماده طلبة، النني، حجازي، ربيع الشناوي، كل الناس، حسام غالي، رمضان صبحي طبعا يعني صاحب السعاده الجديد، عبد الله السعيد، مجموعه كبيره، تريزيجيه، وكل الناس اللي بره وكل الناس اللي جوه، مش عايز انسى حد، مؤمن زكريا، حازم امام، كل الناس اللي شاركت واللي ما شاركتش، نجوم وابطال واستحقوا كل التحيه واستحقوا كل الاشاده. امبارح المنتخب المصري بيفوز من فتره طويله على منتخب تقيل ومنتخب نيجيريا، بيتعادل معاه هناك في عكر داره وبيفوز عليه هنا في استاد برج العرب. كل التحيه لجميع المسؤولين، الحقيقه الف مبروك لجمال علام ومجلسه، شيء الحقيقه يعني يستاهلوا عليه كل الاشاده وكل التحيه. مجهود كبير جدا من العميد ثروت سويلم والسيد وزير الداخليه، السيد مدير امن اسكندريه، الضباط والعساكر اللي وقفوا امبارح وامنوا اللقاء، شايفين عاملين ولا ما يكون في الحج، يعني لقطه الحقيقه زحام غير طبيعي. ما رجعوش واحد امبارح زعلان، ما رجعوش واحد امبارح ما دخلش، كل الناس امبارح كانت مبسوطه، كل الناس كانت فرحانه، يعني شو يحسب بشكل كبير جدا. وبنشكر السيد وزير الداخليه الحقيقه، يعني له كل الشكر وكل الاحترام. يفتى على طول ايه، الكره للجماهير، الكره للجماهير طبعا، ولكن الملتزمه، الجماهير الملتزمه، الجماهير المحترمه، الجماهير اللي هتمد ايديها وترجع المدرجات. زمالك، اهلي، ارجع كجمهور بقى، كفايانا روابط، كفايانا خربوا الدنيا خلاص. النهارده ارجع مد ايديك، كل واحد النهارده يمد ايديه كجمهور، يرجع يشجع اهلي، زمالك، منتخب مصر، ارجع خد المبادره والتزم، وبعد كده هترجع مكانك المدرجات خلاص بقى. لازم مسؤولين برضو يمدوا ايديهم للجمهور، الجمهور امبارح له كل الاحترام، جمهور ملتزم، جمهور محترم، ده جمهور مصر العظيم الحقيقه اللي يستاهل كل التحيه وكل الاشاده، وكلهم شباب. انا ما اقدرش اقول لا في اسر ولا في سيدات ولا جمهور من نوع تاني زي اللي راح الامارات، لا خالص الكلام ده مش موجود، كله شباب، ولكن شباب ملتزم، شباب مصر ما بيعوز يلتزم بيلتزم. السيد مدير الامن اهو قدامنا بيتفقد وسط كل الناس وماشي، الراجل مفيش حاجه، عادي جدا، وبيتفقد الناس وبيشوف الترتيبات عامله ازاي. يعني الناس كلها في خدمتكم امبارح، الداخليه كلها في خدمتكم امبارح، عايزين ايه تاني بقى؟ ايه تاني؟ وجهوا شكر بقى للداخليه، حبوا بلدكم شويه، خش بقى مد ايديك. امبارح اما التزمت شكرناك وقلنا جمهور عظيم، وجمهور فعلا عظيم وملتزم، جيش، شرطه، جمهور، كوره، ايد واحده، هو ده عشان نرجع تاني ونحط ايدينا ونرجع تاني ان شاء الله باذن الله للمحافل والبطولات.
انفرادنا داخل ملاعب اليوم بكواليس المنتخب الوطني على مدار أكتر من 5 أيام. الحقيقة غطينا بشكل أكتر من رائع عن طريق المتألق مهيب عبد الهادي من استاد برج العرب ومن نيجيريا، وكان عندنا تغطية خاصة ومن فندق الإقامة ولقاءات الحقيقة محدش شافها غير عندنا عبر شاشة الحياة. بننفرد النهاردة لأول مرة منذ فترة طويلة جداً بنجم مصر والفرعون المصري ونجم الدوري الإيطالي محمد صلاح في أول زور لي عبر شاشة الحياة. محمد صلاح مع مهيب عبد الهادي في أول حديث لي بعد تأهل المنتخب المصري لكأس الأمم الأفريقية. مهيب عبد الهادي مع محمد صلاح ونشوف هيقولوا إيه. نجمنا الكبير أسطورة كرة القدم القادمة خطيب أبو تريكة محمد صلاح، أعتقد اسمك بيتسطر في منتخب مصر وفي الكرة المصرية بحروف من ذهب. الحمد لله أنا بحمد ربنا على المكسب النهاردة وبشكرك على الكلام الجميل ده، لكن أتمنى إن شاء الله الماتشات اللي جاية وبطولة أفريقيا إن شاء الله نعمل حاجة كويسة فيها. وأكتر حاجة بصراحة بسطتني النهاردة أن الناس اللي جت الملعب شكلها جميل جدا، والحمد لله إحنا ما قدرناش إحنا نروحهم زعلانين، فده أهم حاجة بالنسبة لي. يعني صلاح، يعني جمهور مصر كله بينتظرك مع روما، بيبقوا قاعدين على الكافيهات في الملعب كله بينادي صلاح صلاح صلاح، امل كبير جدا ان انت تحمل الرايه وتقود الكره المصريه ان شاء الله في كاس الامم الافريقيه وايضا الحصول عليها. الحمد لله ده حاجه انا بحمد ربنا عليها، واتمنى ان شاء الله ان نكون عند حسن ظن الناس وباذن الله نقدر نعمل حاجه كويسه لبلدنا ونفسينا باذن الله. عليكم ضغوط كبيره، بقالكم 3 مرات ما ساعدتوش افريقيا، محمد صلاح عنده كتير انت والمحترفين تقدموا له الكره المصريه. اكيد طبعا كل اللعيبه مش محترفين بس، اللعيبه كلها صغيره على اعلى مستوى. بارك لرمضان النهارده على الجون اول جول ليه ولسه صغير، واتمنى ان شاء الله ان هو دايما كده في استمرار محتضن انت صراحه. هو حبيبي بيحبك. لا هو حبيبي واللعيبه كلها بتحبه ولاعب كويس، ومبروك تاني ليه النهارده ومبروك لمصر كلها. مبروك ليك الهدف اللي احرزته اللي عاد للكره المصريه هبتها خارج عيد العادي بتاعهم. هتقول ايه لجماهير الكره المصريه؟ الحمد لله انا بس عايزهم في ظهرنا على طول، وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم ونعمل نتائج ايجابيه دايما باذن الله. الناس بتفرح بيك. الحمد لله. كان لقاء انفرادنا بيه عبر شاشة الحياة مع السباقي مهيب عبد الهادي مع الفرعون المصري محمد صلاح المتواضع الحقيقة جدا جدا جدا، اللي دايما مهما راح ومهما جه ومهما لعب في الدوري الإيطالي أهم حاجة منتخب مصر بالنسبة له هو، وإنني ظهر عليهم الروح بشكل كبير امبارح. بوجه لهم كل الشكر لمحمد صلاح وإنني عن الروح اللي تعاملوا بيها مع اللعيبة وتعاملوا بيها مع المنتخب الوطني، وصدروا مشهد إن المنتخب الوطني نمرة واحد. فاصل ونرجع تاني نكمل مع لقاءات خاصة وحصرية من المنتخب الوطني مع مهيب عبد الهادي داخل الملاعب اليوم، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين داخل ملاعب اليوم، مكملين معاكم احتفالاتنا النهاردة بالمنتخب الوطني، وانفردنا مبارح باحتفال المنتخب الوطني. كان مبارح كابتن هاني أبو ريدة عمل تورتاية كده مع الشناوي ورامي ربيعة والحضري وعبد الله السعيد وطفوا التورتة. قبل ما نروح بس نشوف احتفالات مبارح المنتخب الوطني، نرجع تاني لاتحاد الكورة سريعا والجمعية العمومية وحديث من مبارح. اتحاد الكورة خلاص قرر ان هو هيقدم استشكال، وده مبارح كان ليه المهندس خالد عبد العزيز تصريح معانا عبر شاشة الحياة على الهواء، وقال ان هو ان اتحاد الكورة هيقدم استشكال وبعد ما يخلص الاجراءات القانونية، وان الاجراءات القانونية بتسمح له ان هو يقدم استشكال ويقدم طعن، وان ما يخلص الاجراءات القانونية هيعودوا على طاولة المفاوضات وبعد كده يتناقشوا في الموضوع. ناخد برضو الاستاذة ماجدة الهلباوي المحامية الكبيرة طبعا نعرف منها الموضوع بالتفصيل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير كابتن سيف، ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. يعني كان معايا الحقيقه امبارح سياده الوزير على التليفون، وصرح امبارح وقال ان هو كان في جلسه امبارح مع مجلس اداره اتحاد الكوره واتفقوا ان هم هيقدموا استشكال ثم طعن، وان الاجراءات لما تخلص يعني في حاله رفض الاستشكال هيقعدوا بعد كده على طاوله المفاوضات يشوفوا هل هيتعين المجلس هو او اللائحه ما تسمحش يكمل العميد ثروت سويلة.
هو الحقيقة الجديد النهاردة اللي حصل إن إحنا أعلنت السيد الوزير في مكتبه بمنطوق الحكم عشان يكون عنده علم، وأعلنت الاتحاد المصري لكرة القدم رفض التوقيع على الإعلان، والمجلس القومي للشباب والرياضة رفض التوقيع على الإعلان، فإحنا أثبتنا الكلام ده مع المختص اللي رايح يعلنهم. ولكن الوزير اعتقد ان هو وصل الاعلان ومضى طبعا بالمسؤول عنده عن الاستلام المنطوق الحكم. والاهم في الموضوع ان منطوق الحكم بيحدد ان الغاء الانتخابات وبطلان الانتخابات 2012، فبالتالي ليس هناك اي صفه للاتحاد المصري لاعضاء الاتحاد المصري لكره القدم في ان هم يجروا اي عمليه خلال من بعد صدور الحكم، وحتى تولي السيد مدير العام التنفيذي للاتحاد الامور، وبالتالي الجمعيه العموميه بتكون باطله بعد اعلان السيد الوزير بهذا. تاني حاجة الحقيقة أنا كنت سمعت كلام كتير، في ناس بتقول إشكال، هو برضو الحكم نهائي وبات مفهوش إشكال، ولو في إشكال بيرفض الإشكال وبيتم استمرار في التنفيذ حتى لو في إشكال. الكلام ده بياخدش على فكرة وقت خالص، بياخد أسبوع فقط. لا أنا بس فعلا نوضح بعد إذن حضرتك الحتة دي. أنا امبارح ما سألت الوزير قال لي القانون بيسمح إن هم يعملوا استشكال حتى لو هيترفض. بص حضرتك، هيئة قضايا الدولة أرسلت النهاردة مندوب من عندها لمكتب السيد الوزير شرحت هذا الأمر، واتضح إن يعني أعلنت السيد الوزير إن الحكم نهائي وبات وغير مطعون عليه ولا يجوز الطعن عليه. أنا عندي معايا الصورة، هي ممكن أبعثها لحضرتك بالفاكس أو بال. يا ريت يا فندم هيتواصل محمد صلاح مع حضرتك. ايوه، وان الحكم بات نهائي ولا يجوز الطعن عليه، واعلن الكلام ده للسيد الوزير. انا ما يهمنيش الناس بتبلغ السيد الوزير ايه، لكن انا ببلغه الحقيقه، لان مش كل اللي بيبلغوه للسيد الوزير بيبقى صحيح. يعني معنى كلام حضرتك ان اتحاد الكوره مش من حقه يستشكل. يقبل منه الاستئناف ويرفض في نفس اليوم. تاني حاجة حضرتك، أنا برضو سمعت أن السيد الوزير ممكن يعين بعض أعضاء الاتحاد أو لتسيير الأمور أو إعادة تعيينهم تاني، ده مش موجود في لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم خالص مسألة التعيين دي. ولو حصل التعيين إعادتهم للتعيين زي ما حصل في الأهلي، ده هيبقى تدخل حكومي، وبالتالي هيبقى ليا الحق أن أنا أترجم الحكم وأبعته لرئيس الفيفا عشان يا فندم اصلا اللجوء للمحاكم ممنوع من قبل الاتحاد الدولي، يعني هي اساسا. لا الكلام ده مش مظبوط يا كابتن سيف، وارجو انك انت ما تقولش زيهم، لان انا عهدت فيك انك انت تسمع الحقيقه. ما تخليهمش يقنعوك بالكلام ده، لان الاتحاد الدولي له تدخل في حاله ما يخص بفنيات اللعبه وليس في الشؤون الاداريه الخاصه بالانتخابات واداره شؤون اللعبه داخل يعني كل ما لا يتعلق بالشؤون الاداريه للاتحاد، وخاصه ان الحكم طالع بموضوع التزوير وكلام ده، اذا لا تدخل للاتحاد الدولي في هذا الحكم. طب وجهه نظرك يا فندم، الوزير دلوقتي ما ينفذ يعمل ايه؟ هل العميد ثروت سويلم هو اللي يدير بيتولى طبقا بالظبط كده، بيتولى طبقا للائحه، بيتولى المدير التنفيذي اداره الاتحاد، واي مدير تنفيذي ما هم اللي حاطينه، يعني يعني ما اختلفناش كتير يعني في بيتها يا فندم، يعني احترامنا يعني في بيتها يعني في بيتها. فبالتالي هو هيدير الاتحاد لغايه ما يعلن عن موعد اعلان الجمعيه العموميه، يعلن عن الجمعيه العموميه اللي هتكون قبلها ب 45 يوم، وده الاجراء الطبيعي اللي هيتم عمله. تمام، فهي قصه. بس احنا عايز افكرك بس يا كابتن، لما حصل تعيين قبل كده الكابتن هاني ابو ايده نفسه خاطب الاتحاد الدولي في مجلس الكابتن عصام عبد المنعم، ارجعوا بس في التاريخ لورا عشان احفظ التاريخ كويس قوي، فكانت نتيجته ان برضه اتلغى. أيوة صح، التعيين صح. بسبب هذا خلال ساعات ورجع يعني. تاني الاستاذ عمر كده، فنفس القصه، لو تم تعيين انا هلجأ للاتحاد الدولي وهقدم الحكم مترجم للاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي انا الحقيقه دايما بتخاطب معاه في اي حاجه، لما بيجي جواب من الاتحاد بيقول الاتحاد الدولي معترض على كذا، الحقيقه بفاجئ ان مفيش جواب في الاتحاد الدولي حصل الكلام ده خالص، لاني بالمتابعه عن طريق الايميل ما بيرد يقول احنا ما بعتناش الجواب ده. فانا الحقيقه سئمت ومليت من قصه الاتحاد الدولي بيقول الاتحاد الدولي له مكان طبيعي وله ايميل الناس بتراسله عليه وله كل حاجه قانونيه. أنا عايز اسال حضرتك سؤال مهم، وحضرتك من يعني من الشخصيات المحترمه وعند حضرتك فرصه ان شاء الله باذن الله للترشح للانتخابات اللي جايه. امتى مدام ماجده نعمل انتخابات والناس تخش ترشح نفسها وما يطعنش عليها؟
وما نلجاش للقضاء. يعني انا حقيقة مش بدافع على حاجه دلوقتي، انا مش فيها، بس انا بتكلم بما يرضي الله. هقول لحضرتك دايما انت قلت بما يرضي الله. حضرتك اي انتخابات في الدنيا بتشوفها الشفافيه والحياد اكيد بتبقى بترضي الله، ده مبدئيا بدي ارد على الحته نرضي الله. انما عشان انا ادخل انتخابات وفاجئ انها متربطه المجموعه بعينها دون المجموعه الاخرى بكافه الوسائل منها الاداره، هي دي النقطه. الانتخابات كلنا عارفين ان فيها تربطات، لكن التربطات ما تخليش ان احنا نعمل اخطاء قانونيه تؤدي لفشل العمليه الانتخابيه. ما هو اللي دخل يا فندم يعني. اللي رشح نفسه ده ملوش ذنب، نفس القصه في الاهلي. يعني الاهلي نزل بقى ايه فرق كبير قوي بين اللي رشح نفسه. اولا احنا عندنا، مش احنا عندنا في اداره اسمها اداره الهيئات في المجلس القومي للشباب والرياضه فيها بيان كل هيئه رياضيه اللي هي كل نادي وكل مركز شباب في مصر مين اعضائه، لان هم بيحضروا بصفتهم مشرفين على العمليه الانتخابيه، يبقى عندهم كشف كل اعضاء. انا كاتحاد كوره وكاداره في الاتحاد الكوره، اداره بقى الاداره اللي هي اللي ماسكه الاداره ما لهاش علاقه بالمجلس الاداره، الناس الاداريين اللي جوه المفروض ان قبل اي انتخابات بيخاطب اداره الهيئات يقول له وافيني باعضاء مجلس الاداره بتوع النادي ده عشان دول اللي هيجونا بالتفويض، عشان انا امنحهم تفويض من عندي بايه؟ بياخدوا التفويض بايه يا كابتن؟ بانه لازم يكون عضو او رئيس نادي، مش ده اللي بيحصل؟ لكن لما انا اعتمد على مجموعه اصحابي في كل نادي شويه هم اللي يجوا يصوتوا باسم النادي وانا اختم لهم على ان هم دول اعضاء مجلس اداره، ده موضوع مختلف تماما. يبقى هنا بقى ما بتكلمش انا هنا بقى في تربطات انتخابيه، بتكلم في طعون في الشخص اللي جاي نفسه. يعني كابتن انا ممكن بمنتهى البساطه اروح للشخص وهو يروح وفلان يروح، الشخص يختار اللي هو عايزه، دي ما فيش مشكله. لكن اما انا كمرشح او كمجموعه مرشحه اروح اختار 5 شخصيات 10 شخصيات دول ما لهمش علاقه بالنادي وكانوا اعضاء مجلس اداره قبل كده، ويجيبوا لي تفويض ان هم ما زالوا اعضاء مجلس اداره، واقبله واختمه وادخله ينتخب، يبقى انا هنا عندي قصد ان انا انجح نفسي بطريقه غير شريفه. تمام، هو ده انا قصدي. بتمنى لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، بس انت مش واخد بالك من حاجه مهمه جدا يا كابتن. اتفضل يا فندم. احنا انتوا 3 سنين في المجلس، الحقيقه المنتخب ما تاهلش لبطوله امم افريقيا، صح؟ مظبوط يا فندم. الحكم المحكمه طالع يوم 27، يعني يا فندم هو حكم المحكمه حضرتك اللي قايله مدام ماجده. انا شايفه ان حكم المحكمه ما هو الناس اللي موجوده برضه هي صاحبه البصمه الحقيقه. يعني عايز اقول 28 ثاني يوم راح الفرقه كسبت، ممكن ده يعني الانجاز ده يحسب لحضرتك يا مدام ماجده؟ لا لا لا، يحسب للمحكمه الانجاز، يحسب للمحكمه. ربنا يوفقك ان شاء الله مدام ماجده. ربنا يخليك، ميرسي خالص. بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، وبشكرك يا فندم شكرا جزيلا استاذه ماجده الهلباوي. نروح سريعا للحاج محمود الشامي برضه عضو مجلس اداره اتحاد الكوره. حاج محمود مساء الخير. مساء النور سيف، ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا حاج محمود؟ ازي حضرتك؟ كله تمام، كله تمام 100 100. ايه بقى الجديد؟ ايه الوضع؟ احنا الوضع الاتي، احنا جالنا الجواب شهاده من مطلوب الحكم، ما جاش الحيثيات طبعا، وده شهاده المطلوب ديت لا يمكن بيها تنفيذ الحكم الا بالحيثيات بتاع الحكم. دي معناه ان الحيثيات لم تنسخ بعد، وما جاش فيها اي حاجه الا حكمت المحكمه بقبول الطعن ورفض الدعوه وحزام الجزائي بالمصروفات وبس، ما كانت فيها حيثيات. دي بتيجي دي شهاده من الجدول. طب هو دلوقتي يا حاج محمود معلش، واحده واحده معايا. انا كان معايا امبارح، نوضح. بص انا بالنسبه للاستاذه ماجده طبعا عارفه طبعا ان احنا بنحترمها وبنقدرها على المستوى الشخصي، وعايزين يبقى في الموضوع مش خناقه، يعني مش خناقه على اختلاف وعلى كرسي. احنا وضحنا يا سيف المواضيع كلها واضحه. احنا كل هدفنا ان زي ما انت بتقول امتى بقى يتعمل انتخابات ما فيهاش شؤون والكلام. انا متابع مع حضرتك، انا حاطط سمعت المداخله كلها. ان انت عارف حضرتك المدير التنفيذي لا يدير المده لا تزيد عن 3 اشهر، يعني ما ينفعش يقعد 3 اشهر ويقوم. انا لا يجوز كمان سيف ان انا اعمل انتخابات في السنه دي، فيها دوره انتخابيه لجنه اولمبيه، الا بعد انتهاء اللجنه الاولمبيه. انا عندي اللجنه الاولمبيه تنتهي 20/8، مش عايز الناس تستعجل، واحنا الكراسي يعني خلاص كلهم 3 شهور في لجنه انتخابيه. حتى الان زي ما حضرتك بتقول، هي بتقول ان المدير التنفيذي هو اللي داعي، هو اللي يدير الجمعيه العموميه، بغض النظر ان هو اللي يدير الجمعيه العموميه ومش هو اللي يديرها، مش ده الموضوع. لكن لازم اللجنه الانتخابيه تتم، ولازم الانتخابات الاجتماع بتاع يوم السبت يتم. لكن هو فندم، لكن هو حاج محمود الاستشكال حق الاتحاد. انا كان معايا الاستاذ وزير الشباب والرياضه امبارح على التليفون. طبعا 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 واكيد كده. هي بتتكلم، هي حضرتك بتقول هي هيقعد اسبوع هيقعد 2، ده موضوع بقى يعني ما هي ما تقدرش تحكمه. يعني هي اقرت ان في استشكال لوقف التنفيذ اول، هناخده كاجراءات تقاضي. قعد اسبوع ما قعدش اسبوعين. احنا كل همنا سيف الامانه ان يتم اللي قلنا للمعالي الوزير امبارح في القعده، احنا مش هنعمل اي حاجه. اذا حصل و
الاستشكال اترفض والطعن، احنا مش هنستنى ونعمل ضغوط مثلا تنزل، لانه القانون عندنا ما فيهوش 50% و100%. القانون عندنا ان لا يدير المدير التنفيذي الا بعد استقاله كافه اعضاء مجلس الاداره، يعني ما ينفعش حضرتك تقول مثلا ثلاثه استقالوا ولا اربعه. وانتوا اتفقتوا على كده في اجتماع النهارده؟ اتفقنا على كده النهارده، احنا مش هنحط اي موضوع في ذلك. احنا بنكمل كافه التجارب التقاضي، احنا هدفنا نكمل الجمعيه، هدفنا الانتخابات الجايه كمان تكون، وده بالتنسيق برضو مع كابتن عاصم. الناس بتحاول توقع دلوقتي بيننا وبين الكابتن هاني وبين الكلام ده عشان نوضح اللي قاله الكابتن هاني امبارح وبين اللي قاله الاتفاق مع الوزير النهارده. في حاجات فنيه وطبعا الاتحاد الدولي دي بالتنسيق مع الكابتن هاني، لكن في حاجات اداريه اللي هو المنوط بيه تنفيذ الحكم هو الوزير المختص، احنا منسقين في كافه الاصعده. يبقى احنا هنشتغل في الدعوه البطلان عادي جدا. هو انا اتكلمت النهارده مع الباشمهندس هاني يا حاج محمود، واكدي نفس كلام، اكدي نفس كلام حضرتك. الا جمله واحده بس، قال لي ان الاتحاد الكوره ما بيشترطش، بيتبع الاتحاد الدولي ما بيشترطش ان انتخابات تكون بعد انتخابات اللجنه الاولمبيه، ممكن تبع الاتحاد الدولي تعملها في اي وقت. حضرتك ده قانون، ده قانون. انا 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 عارف ده كويس، بس حضرتك اللي مش واخده الكابتن هاني فيه ان ما زال القضاء الاداري هو اللي بيختص بالخصومه. الماده في الاتحاد في قانون الرياضه بيقول سواء تمت او لا يقيم الانتخابات الا عقب الدوره الاولمبيه، سواء تمت او ما تمتش، سواء اشتركت فيها او ما اشتركتش. ده نص قانون مش نص لائحه. فانا معايا اللائحه بتاعتي ما بتدبش، بس اللي هيرفع قضيه ما دام ماجده بتقول الاجراءات وكلامها صح، هتخش الانتخابات مش هتوافق او توافق او غيرها، هيبقى من حق يروح التقاضي القضاء الاداري يطعن بدعوى الاجراءات بان الاجراءات تمت قبل اللجنه، وان قانون الهيئات ان ما زال ساري حتى الان ولم يغير. خدت بال حضرتك بما فيهم حتى الماده اللي في الدستور اللي بتنص على ان المسؤول بالنزاعات القضائيه ده هيرفع قضيه على القضاء الاداري، هيعمل بدعوى بطلان الاجراءات، هتبطل الانتخابات. احنا حريصين ان القانون، انا عارف ان اللائحه بتاعت الدوله ملهاش دعوه بتحديد الجمعيه العموميه، لكن انا بتكلم على القانون الهيئات نفسه الذي ما زال ساري حتى الان، قانون 75/77. هو الموضوع المهم يا حاج محمود جدا، الجمعيه العموميه اللي جايه دي بتاعت يوم السبت. ايوه، تبقى سليمه، تبقى اجراءاتها سليمه. تبقى سليمه وهي مهمه جدا. موضوع دلوقتي هقول لحضرتك حاجه، انا كاتب مده لا تزيد عن 3 اشهر، وجيه ثروت قعد 4 شهور صح؟ بعد الجامعه العموميه، وجيه دعا برضه بطلان، دعا في غير لو يوم واحد 3 شهور، يوم دعا في وقت فيه انا كاتب لا تزيد مش لا تقل. لو دي لائحه يا حاج محمود؟ لائحه الاتحاد الدولي عندنا اللي معتمده، لائحتنا المعتمده، لا تزيد عن 3 شهور. يبقى اذا في بطلان. لو انا كمان كمجلس اداره خسرت القضيه وانا اللي دعيت لمجلس الاداره برضه بطلان. فاحنا مش حريصين على الكراسي خلاص، في لجنه، حريصين ان احنا نكمل الاجراءات. يبقى في لجنه انتخابيه ولجنه طعون ولجنه استئناف موجودين تنتخب يوم السبت ان شاء الله. في انتخاب عندنا، انتخاب يوم السبت هنكمله، المدير التنفيذي هو اللي داعي وهو اللي هيعتمد، واحنا موجودين بصلاحياتنا كامله. خدت بال حضرتك؟ وبعديها شغالين في اجراءين، اجراء دعوه بطلان واجراء استشكال على الحكم او الدرجه في داخل القضاء الاداري وليس داخل القضاء المدني زي ما نسقنا مع اللجنه الاولمبيه مع الوسيط. ان شاء الله باذن الله حاج محمود ربنا يكرمكم وتعدي الامور على خير كده، ويعني تكون بدايه فوز المنتخب المصري امبارح يعني حاجه الحقيقه تحسب لكم. اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. الله يخليك يا سيدي، شكرا. بشكرك يا حاج محمود، اتمنى لك كل التوفيق. بشكرك شكرا جزيلا حاج محمود الشامي، عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري والمتحدث الرسمي باسم اتحاد الكره، وبنبارك لاتحاد الكره تاني على فوز المنتخب المصري امبارح. الحقيقه فوز كبير، ويحسب لهم زي ما كان التقطيع والشتيمه في حاله الهزيمه، طبيعي جدا ان الفوز برضو. الحقيقه الناس بذلوا مجهود كبير الفتره اللي فاتت. نروح سريعا لاحتفالات المنتخب الوطني، وزي ما قلت لكم تورته كابتن هاني ابو ريده مع الحضري عبد الله السعيد، بعض نجوم المنتخب الوطني ومهيب عبد الهادي، نشوف عملوا ايه ونرجع تاني. ألف مبروك. والله مبروك للناس كلها، والله يعني يوم عصيب جدا جدا، إنما الحمد لله عدت الحمد لله. مش عارف أقول لك إيه، بس يعني وجودك كان شيء مهم بأمان. بص يعني مش حكاية شيء مهم، الناس كلهم فيهم البركة والولاد قدوا كويس، وإحنا أعمل حاجة نظمنا الولاد لما خدوا الفرصة، لأن هم يستحقوا إن يبقى عندهم فرصة إن إحنا نساعدهم ونقف معهم، وخدوا الفرصة والحمد لله أثبتوا وجودهم. فاحنا الحمد لله ان الناس اللي جت مشيت على رجليها دي، انا مروح على فكره على رجلي
ومشيت في وسط الناس وشفت سعادة الشعب والناس كانت فرحانة ازاي. يعني على السن ده انا مشيت حوالي 4 5 كيلو وانا راجع. ده حقيقة انا احنا عملنا كده. فانا سعيد جدا جدا ان مشيت في وسط الناس وكانت فرحة كبيرة جدا، والحمد لله ان احنا فرحنا الناس وان احنا بقى عندنا قوام فرقة. وفي خدها بداية يا باشمهندس يا ريت. انا لسه بقول للولاد كده، بقول لهم ده بداية. كنا بناخد كاس امم وبناخد انت بتعمل فرقة جديدة. انت قلة الثقة اللي كانت عندك ان انت بقيت فرحان ان انت بتوصل. دي بقى لنا 3 مرات، دي المحاولة الرابعة ان احنا نوصل الحمد لله. طب التورته بقى، التورته بيقطعوها باشمهندس هاني. التورتايه بس، تورتايه مهندس. اعزائي المشاهدين، تورته الصعود لكاس الامم الافريقيه مع المهندس هاني ابو ريده ومع نجوم منتخبنا الوطني عصام الحضري اللي عامل حاله في منتخب مصر واداء وحاجه رائعه جدا. يا اولاد يلا بينا، يلا حسام. ايوه انت حسام، يلا يلا قول بقى. الله عم بيقول ايه؟ كمان مره، كمان مره، هنروح كاس الامم يلا رجاله. الفرحه دي عشان صعدنا كاس الامم. تخيل. بص عايز اقول لك حاجه. اول حاجه مبروك، مبروك للشعب المصري، مبروك طبعا للباشمهندس هاني والجهاز الفني واللاعبين. طبعا فرحه ما اقدرش اقول لك بعد 3 بطولات ما احناش موجودين. بقول للعيبه كلها مبروك. انا واحد يمكن ما دخلتش علوم اللي يمكن المعسكرين الاخرى، بس مش هقول كان مطلوب ان انا اكون موجود معاهم، مطلوب ان انا كنت لازم نفهم كلنا معنى ايه كلمه مصر قبل اي انتماء لاي نادي. ودي الحاجه الوحيده اللي نجحتنا، ودي الحاجه الوحيده اللي خلتنا ان احنا نوصل ل يعني لكاس الامم. عايز اشكر اللاعيبه على الارتباط على الروح، بس انا اطلب منهم طلب. احنا مجموعه عشان نقدر نكمل المشوار. بطلب منهم في انديتهم يطمئنوا كويس، يشتغلوا كويس. دي عايزينها نقفل على بعض ونحافظ على نفسنا. الدوري دوري اوكي، اي بطوله اوكي، بس لما نيجي منتخب مصر يبقى عندنا هدف واحد هو منتخب مصر. زي ما قلت لك ناكل مصر، ننام مصر، نتمرمط، كل حاجه مصر. دي من وجهه نظري، بس زي ما قلت لك في الاخر ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله. بتوفيق بتوفيق يا حبيبي حبيبي يا حبيبي. مبروك عبد الله. انا يعني في ناس كان نفسه يشوف كاس الامم، يعني والله بجد شناوي وعبد الله السعيد وفي شويه ناس كده ورمضان صبحي ومحمد صلاح والنني. مبروك عبد الله، انت لعيب كبير واعتقد عندك كتير جدا تقدمه لمصر. الحمد لله والله، يعني ربنا كرم مجهود ماتشين. اللعبة كانت عاملة مجهود وكان عندها إصرار وكانت عايزة توصل وعندها هدف. الحمد لله ربنا كرمنا النهاردة وواحد سعيد طبعا جدا، هو فرح ناس كتير جدا. وطبعا وصلنا بطولة أفريقيا، دي أول بطولة المفروض، واتمنى ان شاء الله اللي جاي يبقى افضل باذن الله. عبد الله تقول ايه لجمهور مصر النهارده بعد 3 سنين عجاف؟ والله يعني انا فرحان جدا بمنظرهم جدا النهارده في المدرجات. الناس كانت واقفه ورانا، الناس جايه بحب، واتمنى ان شاء الله، يعني يا رب ان شاء الله، اتمنى بقى الفتره الجايه نشوف الجماهير تاني في المدرجات، يعني حاجه تانية. كان صعب النهارده ماتش، طبعا صعب جدا، والحمد لله طبعا فرقة كويسة، فرقة محترمة، وكنا عاملين حسابها والحمد لله، وكان اللعيبة كان أقدم مسؤولية الحمد لله. ألف مبروك عبد الله، بارك فيك. بشكر الحقيقة يعني أصحاب الإنجاز الحقيقيين، طبعا الجهاز الفني المحترم بقيادة هيكتور كوبر، محمود فايز، كل الناس، سامي نبيه، أحمد ناجي، كل الناس اللي كانت الحقيقة موجودة. مش عايز أستثني أو أنسى حد، ولكن جهاز فني محترم. الراجل الحقيقة عمل شغل أكتر من رائع الفترة اللي فاتت. بشكر كل اللعيبة النجوم، شناوي طبعا النجم، اللقائين أدى بشكل جاي جدا، شكل أكتر من رائع، حجازي، رامي ربيع، عمر، طلبة، النني، حسام عاشور، حسام غالي، كل الناس. مش عايز أنسى رمضان صبحي وتريزيجيه ومحمد صلاح، كوكا، مروان محسن، الحقيقة أدى بشكل أيضا أكتر من رائع، عبد الله السعيد، حازم إمام من بره الملعب، مؤمن زكريا، كل الناس اللي كانت، وردة، كل الناس اللي كانت موجودة سواء بره سواء جوه. الروح اللي كان عليها المنتخب الوطني، الروح اللي كل واحد الحقيقة كان عنده هدف. بشكر وبوجه كل الشكر طبعا
للحقيقة يعني نجم اللقائين من خارج الملعب عصام الحضري والتزامه وروحه اللي نجح ان هو يصدرها للعيبة ككابتن فريق، أدى برضو الحقيقة الواجب اللي عليه بشكل جيد جدا. حسام غالي طبعا الكابتانو يعني أدى بشكل جيد جدا، تعامل دايما بقى كان عنده حسن الظن، قاعد برا الراجل في أي وقت الراجل بيناديله موجود، بينزل بنفس الحماس، بيأدي بشكل جيد. كل ده الحقيقة كان سبب كبير جدا في فوز المنتخب الوطني وتأهله. بشكر طبعا في النهاية مجلس دار اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام ومجلسه اللي الناس الحقيقة دايما بينتقدوهم، بس يعني هي دي برضو مشكلة بتنتقدهم بس، وبعد كده ما يكونوا أصحاب الإنجاز نقول أصل الحكاية، لا هم أصحاب الإنجاز، هم اللي جابوا هكتر كوبر، هم اللي جابوا الجهاز الفني، هم اللي كانوا في ظهر المجموعة، هم اللي تعبوا، هم اللي الناس انتقدتهم سنين كتير، وحقهم دلوقتي الحقيقة أن هم يكونوا موجودين في المشهد ويتصدروا المشهد. وأعتقد أن دي عودة للكرة المصرية من جديد، وعودة لسمعة الكرة المصرية من جديد، مش لسمعة الكرة المصرية اللي حاجة، لكن احنا بقالنا فترة كبيرة جدا غايبين عن المحافل الدولية، وبقالنا فترة كبيرة جدا مش موجودين، اكتر من 3 دورات بنعود دلوقتي من جديد، وان شاء الله بإذن الله تكون بداية بشكل جيد يعود بيها المنتخب الوطني، ويعود بيها ايضا الجمهور المصري اللي وجهت نداء لكل المسؤولين، السيد وزير الداخلية، السيد وزير الشباب والرياضة، السيد رئيس الاتحاد، رئيس النادي الاهلي، رئيس نادي الزمالك، كل الناس، رئيس نادي الاسماعيلي، رئيس جميع الانديه الجماهيريه، لازم كل الناس تحط ايديها في ايدين الجماهير، لازم الجماهير تقدم بقى السبت، قدم السبت. الجمهور امبارح كان اكتر من رائع، كان ملتزم، كان حاجه تشرف، حاجه الحقيقه نفتخر بيها، وان شاء الله باذن الله اللي جاي افضل بشكل كبير. ده جمهور امبارح اهو قاعد في المدرجات، وادي استاد برج العرب بجمهور، غير خالص استاد برج العرب من غير جمهور. استاد برج العرب من غير جمهور او كوره من غير جمهور عامله زي الترب، هدوء تام، ترمي كده القرش يرن اكنه فرح من غير معزيم. صح سليمان والله، الله ينور عليك. لكن بصوا بالجمهور الوضع عامل ازاي، بصوا المنظر بالجمهور عامل ازاي، بصوا الحافز بالجمهور عامل ازاي، بصوا النهارده فرقه نيجيريا وبتقابل المنتخب المصري بجمهوره الوضع عامل ازاي. مش بس جمهورهم اللي مرعب، ومش بس استادهم اللي مرعب، لا احنا برضو عندنا هنا اما بيجي 70,000 75,000 80,000 بتهز جبال، زي ما بيقولوا دايما تلتة شمال بتهز جبال، ودايما الجمهور المصري عند حسن الظن، ودايما الجمهور المصري رائع. ادي العائلات اهي وسيدات اهي، وحاجه الحقيقه جميله وحاجه محترمه. انا اللقطه دي الحقيقه اول مره اشوفها، ولكن الشباب موجود والعائلات موجوده والسيدات موجوده، والناس يعني دخلت بسلام وطلعت بسلام، دخلت بأمان وطلعت بأمان. بوجه كل الشكر برضو لشعب مطروح، امبارح شايف العمدة عادل رسلان موجود، ويعني الحاج سعد صندوق، المجموعة كلها الحقيقة بيبقى ليهم دور كبير جدا في الماتشات دي. بوجه كل الشكر أيضا لخط مطروح والناس بتوع مطروح، الناس الطيبين، الناس المحترمة، هذا هو المشجعين المصريين وقفشاتهم بقى وإفيهاتهم واللبس والزي والحاجات اللي كنا دايما مفتقدينها. نطلع فاصل سريع نشوف رمضان صبحي قال ايه للطفل الصغير في وجود مهيب عبد الهادي، ونرجع تاني نستقبل ضيفنا ونجمنا النهارده كابتن اسامه نبيه، طبعا صاحب الفرح مدرب العام للمنتخب الوطني، حديث عن فنيات المنتخب، مستقبل المنتخب مع اسامه نبيه، ولكن بعد الفاصل. هي دي مصر، الله اكبر. لقطه مهمة جدا، رمضان صبح اهو، قول لي انت قلت رمضان ايه؟ قلت له ان انا قلت له بالرجل اليمين وجاب جون برجل اليمين. ده كان انكر رجلي وجعني يا مهيب، فكنت بعمل جلسه فجه هو اللي عمله لي وقال لي هجيب جون بالرجل اليمين. لا والله. والله عايز يعني شايفين حاجه جميله جدا، قول له مبروك بقى، قول له رمضان مبروك. مبروك. ها يعني حاجه جميله، طفل بيتنبأ لك ان انت تجيب جون، وعارف بص عارف كل اللعيبه بتاعه الاهلي والزمالك ومنتخب مصر وكله، بس يعني هو رجلك اليمين قال لك بس هو اهلاوي. يعني صح؟ دلك اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. انت النهارده مصر، ها كلنا مع مصر بس اهلاوي. دلك لك رجلك. والله العظيم وقال لك هتجيب جون برجلك. قال لي هجيب جون برجلي يمين. حاجه جميله ومبروك يا رمضان حبيبي. دي لقطه مهمه جدا بننفرد بيها من خلال تلفزيون الحياه، الف مبروك.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل ملعب اليوم مع ضيف ونجم النهارده عريس الفرح حسام فيول وكابتن سامي نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني. مشرفنا كابتن النهارده. ربنا يخليك كابتن سيف، سعيد ان انا موجود معاك. مبروك عليكم ومبروك على مصر. حته تانية نروح ان شاء الله باذن الله كلنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله. المانشيت اللي كان امنيه حياتك فيه تحقق، مصر اول متاهلين. انا لما كنت معاك اخر مره هنا قبل ما نسافر وقبل ما نعمل المعسكر الاخير وقبل الشغل مباراه نيجيريا، زي ما قلت لك بحلم ان مانشيت مصر اول متاهلين، ده كنت حلم. بس الحلم الحقيقه ما كانش مجرد حلم، بس الحلم بدي تصحى الصبح تحكيه وتفسد الحلم، يا تصحى الصبح تجري وتشتغل عشان تدور على الحلم اللي انت حلمته ده هتحققه ازاي. الحمد لله الحمد لله، يعني بنشكر ربنا ونحمد فضله مجهود ناس كتير جدا الفتره اللي فاتت تعبوا معنا. بدايه مش هتكلمك كلام روتيني ولا حاجه، لكن فعلا بجد مجلس اداره اتحاد الكوره فعلا ضغط نفسه لانه عايز في مسك الختام زي ما بنقول، وده كان مسك الختام ان انت الناس تتاهل لبطوله الجابون. الحاج عامر حسين مجهود كبير، يعني حاجة رائعة ان هو يوفر لك من كل شهر تاخد 4 أيام من كل شهر. باشمهندس إيهاب لهيطة دور إيهاب مجهود كبير دور ما اقولكش، وطبعا ولا غنى عنه موجود معانا الفترة اللي جاية بإذن الله ان شاء الله بصفة مستمرة. فكل الناس تعبت الحقيقة الفترة اللي فاتت، وفي الاخر انت الجماهير الحلوة الجميلة اللي احنا شفناها امبارح دي كلها كانش ينفع ترجع كده. إيهاب لهيطة الحقيقة عوض الأسامي الكبيرة اللي كانت موجودة، كابتن سمير عدلي وبتاع، وجوده يعني طبعا إدى الحقيقة اهتمام كبير. هو إنسان مرتب ومحترم وناجح، يعني طبعا شخصيات قوية جدا الحقيقة. بص يا كابتن، اللقطة دي لقطة يعني بننفرد بيها كده عندنا. بص حضرتك جمال اللقطة عامل إزاي، شرطة شعب جيش لعيبة لعيبة جمهور مصور كله، وبعد الهدف كله راحوا للناس دي زي ما يكون ربنا عايز. بص ابتسامة، بص الابتسامة بقى، بص كمان في انت اللقطة، بص في ابتسامة بقى في العساكر الجيش، بص الابتسامة كله مبتسم، ما فيش حد ما بيبتسمش فيهم. يعني حاجة امبارح انت بتكون سعيد وفخور جدا بجد، مجهود كبير يا كابتن بيعملوه. وفي الاخر يعني شوف سبحان الله، يعني ربنا بيكافئهم ان اللعيبة راحت لهم، يعني بعد الهدف كل الناس ملمومة عندهم زي ما يكون عايزين يقولوا لهم شكرا على اللي انتوا عملتوه. طبعا معنا. طبعا انت امبارح لما تشوف الجمهور العظيم ده والكبير ده في الملعب يا كابتن سيف، وتحس ان انت قد ايه في مأمن، ونازل الملعب وانت في مأمن تماما، وعارف ان انت هتخرج الناس دي، لازم تخرج الناس دي وهي عندها الابتسامه اللي انت شايفها دي. لقيت وانت داخل الاستاد ما فيش حد ما بيقلقش، يعني اوعى حد يقول لك ان انا الجن ابن العفريت. اصل مرت عليا المواقف، هي مرت عليك كتير، بس في كل مره لو ما خفتش مش هتحقق نتيجه. لا، اما لقيت ان الاستاد متبرشم بالشكل ده، انا كنت سامع احنا كنا سامعين واحنا في الاوتيل واحنا جايين ان الطريق واقف والملعب مقفول والدنيا بتاع، ولو ما دخلتش جسمك اشعر وشعرك وقف انت اعرف انت مش هتنجح. لو ما حسيتش ده مش هتنجح. شفنا كتير وعشنا كتير، لكن كل موقف على حده. انت رايح في حته تانية خالص، طموح تانية، تغيير تانية. مش عايز اقول لك ان زي ما الناس بتقول جيل 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 اليوم اللي انت بتبقى فرحان فيه ان انت بتتاهل للنهائيات كاس الامم، بس بجد لا، الموضوع ليه جيل اليوم اللي انت بتبقى فرحان فيه بتتاهل في كاس الامم، لانه ليه طعم. ليه طعم ان انت بتكسب حاجات كتير قوي من بعديها، بترجع منافسه من بعد 5 سنين مش موجود متواجد، بترجع على حساب اسم كبير. كان ممكن يا كابتن سيف امبارح ترجع مثلا بتتعمل تعادل في نيجيريا وترجع هنا تكسب تشاد في مصر مثلا، هل هتشوف الكم الجمهور ده؟ لا طبعا. هل هتحس بطعم الحلاوه وطعم الفرحه كده؟ لا. انت الجميل في الموضوع ان انت قال على نيجيريا، كسب نيجيريا وتخرج نيجيريا بره خساره كبيره جدا، يعني تعادل معاها في ارضها وسط جمهورها يعني انا عايز اقول لك انت امبارح يعني لو ربنا يشوف شايف ومطلع وعادل بكل شيء يعني من الاحوال، ان انت بتضرب يعني زي ما بيقولوا 100,000 عصفور بحجر واحد. يعني احنا نفسنا يعني بنتعب وبنشقى وبنشتغل، بس ان انت كل الناس تلعب معاك وكل الناس تلعب والظروف تخدمك ان انت تلعب على تكسب نيجيريا وتحقق نتيجه هناك وهنا، وده احنا كنا شغالين له بشكل كويس جدا ومنظمين له وعارفين ان فرقه محترمه عندهم محترفين واحد مدروس مين هيلعب هناك ومين هيلعب هنا. الحقيقه الجهاز الفني عامل جهد كبير، محمود فايز عامل جهد خارق ورائع، مستر هيكتور كوبر طبعا، الفانتا كله بذل جهد ما اقولكش كبير جدا. انما انت تلعب تكسب نيجيريا وتروح تصنيف اول والفرقه الثانيه تخدمك، تعرف من كده ان في
دنيا توفيق. دنيا توفيق كبير طبعا عند ربنا. وتعرف ان الدنيا سالكه يعني سالكه فين؟ سالكه في كل حته بقى، سالكه في نوايا، سالكه في شغل، سالكه في نفوس، سالكه في تنظيم، سالكه عايزه. لا وطالما انت جيت في الجمهور ده، انا متخيلتش يعني امبارح ما جاليش شك لحظه ان انت طالما وصلت للمرحله دي والجمهور وصل بالكم ده في مصر وبرج العرب، ان الناس دي هتروح. احنا اعتدنا كده نشوف الناس دي كلها، الموضوع هيختلف خوف ورهبه وحرص وكل حاجه. لكن لا، بحس واحد بس لو واحد من دول قلبه صافي ونيته صافيه وقال يا رب يا رب دي هتظبط معاك انت فاهمني ازاي. برضو الروح كانت عاليه جدا يعني حسام غالي بخبراته وتعاملاته مع اللعيبه الصغيره، عصام الحضري بدور الكابتن اللي تعامل فيه بشكل اكثر من ممتاز، واول مره نشوف عصام دايما نشوف حماس عصام بس هو في الملعب وهو بيلعب. عصام النهارده ما بيلعبش وفضل مكمل مع الفريق رغم الاصابه يعني حاجه الحقيقه. لا بص، حاجه مسؤوليه يا كابتن سيف، حاجه رائعه اللي انت ذكرتهم طبعا، عصام الحضري وحسام غالي، ناس فعلا بجد رائعين يعني حاجه تحترم، امثله جميله، نماذج. انت بتختار وانت مصر على اختياراتك، تبقى عارف ان ادوار كبيره ومسؤوليات كبيره. النهارده الحضري من اخر انجازاته الحصول على البطوله، بيزعل وبيحزن. الجيل القديم كله رسائل دعم، الجيل كله اللي حضر طبعا 2006 و2008 و2010 رسائل دعم لينا ما اقولكش يعني، ورانا في ظهرنا. فانت النهارده اخر جيل مثلا عصام الحضري حضره شال كاس، النهارده حسام غالي بقى له فتره كبيره ما شاركش، هم دول الاثنين اكتر اثنين شاركوا في كاس الامم الافريقيه. كل الجيل اللي انت شفته ده ما حدش فيهم شارك، فالمسؤوليه جايه من الحته دي. هم عارفين يحطوا ازاي المسؤوليه في اللعيبه، احنا قدرنا نحط ازاي المسؤوليه في اللعيبه، اتلعب دور من اللعيبه الكبار ومن الموجودين كلهم والصغيرين، ناس حاسه فعلا بالمسؤوليه. هناك قدر ربنا يكرمنا، وهنا توجوا طبعا المسؤوليه الكبيره دي. زي ما قلت لك العوده حلوه قوي 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 على حساب اسم كبير زي نيجيريا، يعني برفض ان حد يقلل من فرقه نيجيريا دي. لو كانت موجوده في النهائيات كان هيبقى ليها شأن كبير جدا، لكن الحمد لله بنحمد ربنا انجاز خطوه، لكن اللي جاي اصعب من اللي فات ان شاء الله. فاجئتونا امبارح بالتشكيل، حصل عليه شويه تغييرات، وتفاجئنا بوجود كوكا بره التشكيل العام للمنتخب، ودي كانت مفاجاه بالنسبه للناس. انت بتدير مباراه كانت 180 دقيقه في 4 ايام، مباراتين تقال قوي يعني، لازم يكون عندك ليها سيناريوهات، سيناريو هناك سيناريو هنا، سيناريو خسارة هناك سيناريو مكسب هناك سيناريو تعادل هناك، هتيجي تعمل ايه هنا يعني. فاحنا اختيارنا ل 25 لعيب وانضمام مؤمن زكريا طبعا الاضافة اللي جات لنا بعد اصابة مصطفى فتحي، طبعا انت عندك يقين وثقة في اللعيبة اللي كله يعني. انت منتخب كابتن سيف مختلف شوية عن الاندية، انت واخد افضل العناصر اللي موجوده في مصر، في عناصر طبعا كويسه جدا ما حالفهاش التوفيق ان هي تبقى موجود معنا، لكن انت في الوقت ده بتبقى عارف هناك عملت ايه وخدت ايه من هناك، وهنا هتاخد منه ايه عشان تاخد المجموع اللي انت بتامله. فبتبقى وجهات نظر مش اكتر يعني، لكن في منتخب مصر كان ممكن تغمض وتحط الفرقه، هتلاقيهم كلهم امبارح بنفس المسؤوليه ونفس الحماس ونفس الاصرار ونفس الرغبه. بس انك كابتن تحط واحد اساسي ثم بره خالص يعني حتى مش احتياطي، هو ده كان تساؤل الناس، مع العلم ان انا مقتنع الحقيقه الثلاثه مقدمين بشكل جيد، عمرو ومروان وكوكا. هو عشان كده انا بقول لك ايه، انت لو غمضت واخترت هتلاقي نفسك بتختار الافيد والاصلح للفرقه، لكن امبارح هي بتبقى في الاخر وفي الاول وجهه نظر جهاز فني ومدير فني. كوكا ادى مباراه هناك في نيجيريا، مباراه من المباريات الرائعه، عمل جهد جبار. عايز اقول لك المجموعه اللي بدات هناك في نيجيريا في وسط الاجواء اللي احنا كنا عايشين فيها، الاجواء الحاره والجهد اللي اتبذل والضغط العصبي اللي كان على اللعيبه في الفتره اللي هناك، لا يعني حاجة يشكروا عليها شكر كبير. لكن في الأول في الآخر زي ما قلت لك منتخب مصر، والناس امبارح كلها سعيدة ومبسوطة، كوكا سعيد ومبسوط، مروان، كل اللي شارك، حسام غالي بنزوله، تريزيجيه، رمضان صبحي بخروج، كل حالة وصلت للعيبة. والحقيقة الحالة دي ما بتجيش بس من الحالة الفنية والبدنية، لا دي كمان بتيجي من الحالة المعنوية، بتعمل لهم شغل الحقيقة نفسي كمان على أعلى مستوى.
من الكابتن محمود فايز بيعمل لهم حاجات كده رائعة يبقى يكلمك عنها مهيب عارف عنها كواليس شوية مهيب الحاجات دي. فتاني وتالت زي ما قلت لك بنشكر كل فرد في ال 25 لعيب اللي كانوا موجودين معنا وحتى مصطفى فتحي اللي اتصاب وما حلفوش الحظ ان هو يسافر وكل اللعيبة اللي كان ليها دور في الشهور اللي فاتت واللي هيبقى ليها دور كمان في الشهور اللي جاية كله ضحى بالفترة اللي فاتت وكله كان عنده مسؤولية وفي الآخر هم بيحسوا بنتيجة المسؤولية. النتيجة اللي كمان سعدانة ومفرحانة ان اللعيبة والجمهور الكرة المصرية كابتن سيف ان تثق فيك. يعني ايه تثق فيك؟ الجمهور الكرة ما بتحقق له مكسب وتحقق له حاجة هو بيستناها بيديك الثقة. لما لعيبتك بتشوف ان انت وانت بتقول لها حاجة بتنفذها بتديك طبعا بتكسب ثقتها. الحمد لله دلوقتي اللعيبة عندها قناعة تامة بالشغل اللي احنا بنشتغله. الجمهور دلوقتي وراك بشكل كويس. الإعلام كان مساندك الفترات اللي فاتت بشكل كويس. وبالتالي طبعا كله شغال في نفس السكة. تقدر بإذن الله إن شاء الله. أنا بقى زي ما قلت لك مرة تانية عايز أقول لك حاجة مهمة. أنا بحلم لأن أنا أحلامي كتير شوية. أنا عايز منتخب مصر بالنسبة لمصر كلها يبقى مشروع كابتن سيف مشروع قومي. مشروع قومي دلوقتي أنت عشان تشتغله لازم كل الناس تشتغل للمشروع القومي ده. عندنا حلم تاني إن شاء الله يكون حلم كاس العالم. ده هيبقى مهم جدا عشان كده لازم نشتغل للحلم. مش أنا بقى ومش إحنا بس، لأ مصر كلها لازم تشتغل لحلم كاس العالم والوصول كاس العالم. اعملوا مشروع يتعمل اسمه حلم الوصول لكاس العالم. وإن شاء الله بالمناظر اللي إحنا شفناها دي والحاجات الحلوة اللي إحنا الفترات اللي فاتت كانت حوالينا إداريا وفنيا وتنظيميا ولوحيا وإعلاميا لو عملنا الموضوع مشروع لا هنروح في حتة قد ايه. انت فرحان بفرحة الناس وسعادة الناس وسعادتك وانت موجود معنا امبارح على الهواء وسعادة كل البرامج وهي موجودة معنا الهواء. خلينا احنا مشروعكو الموضوع هيبقى مختلف والله تماما وخلينا برضو في انتماءاتنا. يعني خلي بالك يا كابتن المكسب هيعوم. ما الدنيا هتمشي كله يشتغل والدنيا هتفتح يعني حتى اللي مستني الفكة وبيشتغل في مجال الصحافة في الاعلام في اي حاجة بس هتفوق. يعني فوز المنتخب الوطني امبارح مش اتحاد كورة ولا اعلاميين ولا ناس شغالة في مجال دنيا اللي دنيا بياخد جنيه هياخد 2 جنيه دنيا لان دنيا الكورة صح تفوق. صح هو ده اللي انا بقى عشان كده بقول لك ايه اعملني مشروعك وانتمي زي ما انت عايز بس انا في الاول في الاخر عند المشروع كله يقف في الصف وفي الطابور. عند انتمائك اقف حي وشجع زي ما انت عايز بتنتمي انتمي زي للحته اللي انت عايزها. شجع احمر شجع ابيض شجع اصفر شجع ازرق شجع اللي انت عايز تشجعه. لكن لما اليوم الجميل اللي زي امبارح دوت انا ما كنتش عارف مين ايه ومين مين لونه ايه انا شايف لون احمر في ابيض في اسود في اخضر كل الالوان موجوده حواليا. انا المشروع بتاعك عشان كده بقول لك من هنا بقول لك لو عملتيني مشروعك وعملتونا مشروعكم هنروح في حته تانية لان فعلا في جهد بيتبذل واللي جاي متاكدين. مين يا كابتن اللاعب اللي انت كنت بتقول له دلوقتي اتمنى كنت تبقى معايا؟ كتير يعني كل اللي كانوا معانا في القوام بتاعنا كنت اتمنى ان هم يفرحوا فرحه زمايلهم. انا متاكد ان هم في بيوتهم وفي في 2 3 من في كهرباء كان يعني كنت احب اشوفه معانا. في باسم مرسي ما هيقول لك عشان بيقول اتنين من الزمالك شوف لك حد من الاهلي عشان تطلع كابتن يعني فتحي كنت احب اشوفه محمدي كنت احب اشوفه كل دول قوام موجود معانا يعني مش عايز انسى حد بقى احمد رؤوف مصري محمد مجدي. بص كل واحد دخل وخرج كان ليه دور كنا ممكن نبعت. يعني احنا كنا في الفتره اللي فاتت دي عاملين قائمه وقائمه احتياطيه. القائمه الاساسيه فلان وفلان وفلان اللي قدر الله يحصل حاجه نبعت نجيب من. فالناس دي كلها ليها ادوار كبيره جدا. انا زي ما تاني وتالت ورابع بشكرهم وبقول لهم اللي جاي اصعب كتير جدا. بشكر كل اللعيبه اللي انضمت معانا خلال الشهور اللي فاتت دي كلها واللي اشتغلت معانا المباريات الوديه والرسميه الفتره اللي فاتت وبقول لهم ليكوا دور تاني وتالت والفرصه متاحه وفي عناصر ظهرت هتاخد فرصتها في المقصه وفي سموحه وفي انديه كتير في الدوري الممتاز هتاخدوا فرصتكم. من الجميل ومن الرائع كمان ان انت بتنسحب فرقه زي تشاد من المجموعه بتصعب عليك الموقف عشان تحس بطعم ولذاذه الانجاز والشغل اللي بتتعمل عشان يفضي لك حته تانية تقدر تشوف فيها ناس تانية. شهر 9 مثلا اللي هو سبتمبر ده هيبقى فيه مباراتين في الاجنده الدوليه المفروض ان كان فيهم واحده تشاد خلاص مش موجوده تقدر في الحته دي
تشوف عناصر تانية وتشوف تدي فرص تانية، لان انت احنا محتاجين الفترة اللي جاية عندنا نواقص هنصلحها ان شاء الله وهنزودها. مطمن على مركز حراسة المرمى؟ انا الحمد لله بقدر كبير مطمنين على كل مراكز الكرة في مصر الحقيقة يعني. بس هي يعني لو رجعنا كده فلاش باك لورا، مين يستحمل الشكل بتاع الجماهير بتاع امبارح ده يا كابتن سيف؟ اكتر ناس تقدر تستحملهم مين؟ لعيبه الاهلي والزمالك، اللي انا باكد وبكرر وهفضل اكرر ان القوام الكبير والقوام الاساسي، القوام الكبير منهم من لعيبه الاهلي والزمالك. طب هناخد واحد برضو الحقيقه كان ليه دور كبير جدا امبارح في انتصارات امبارح، كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الاول. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن سيف، و مساء الخير برنس الاهلي ومنت الميدان. حلمت حققت لك الحلم اهو. مبروك يا كابتن احمد، مبروك، حاجه رائعه وجهد يعني جهد رائع يا كابتن. انت بالنسبه لك مبروك لثلاث حاجات: فوز المنتخب الوطني، مستوى اللي ظهر عليه الشناوي وحراس المرمى، وجود عصام الحضري الرهان اللي انت راهنت عليه بشكل كبير جدا، وجود عصام الحضري على الروح دي ده في المعسكر ده شيء الحقيقه يعني حاجات كثيره جدا تحسب لك يا كابتن احمد. لا الحمد لله رب العالمين، يعني هو يعني المساله يعني فيها زي ما كان بيقول اسامه من شويه التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. طبعا يعني الجهاز ده بالتحديد متعود على انه يبقى فيه رؤيه ويبقى فيه يعني نبصش لتحت رجلينا، يعني دايما بنفكر في كل الاشياء، حتى لو احنا لا قدر الله حصل اي حاجه كنا مفكرين في اللي جاي برضه. لكن الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى يعني لحسن النوايا ويعني العيله، عيله المنتخب فعلا الواحد سعيد بيها جدا. ربنا سبحانه وتعالى من هناك، حتى انا في ماتش هناك بعد كره حماده طلبه كنت انا على جنب اسامه قلت له لا ربنا شايل لنا حاجه حلوه من الاشياء الصراحه. فالحمد لله ربنا كرمنا بالتعادل، وهنا برضو بعد الكره اللي جت في العارضه قلت له ان شاء الله الموضوع خلصان. ايه الموضوع خلصان؟ الموضوع خلصان الحمد لله. طبعا بهني احمد على مستواه وعلى تركيزه العالي، وهو طبعا حارس موهوب جدا، وطول ما هو مركز وطول ما هو يعني عايش في الجيم انا ما قلقش عليه خالص. وطبعا بشكر عصام الحضري جدا جدا على الحاله اللي عملها في المعسكر، وكل الحراس طبعا اتمنى السلامه للشيخ اكرام ويرجع سليم ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه، كمان محمد الشناوي وكل الحراس اللي اشتغلوا معانا في المعسكرات اللي فاتت، مهدي سليمان ومحمد الشناوي وعواد وكل الحراس. وانا دايما كنت حتى بكلمك كابتن سيف على الحراس بالتحديد، في كل الانديه المصريه في اكثر من 7-8 حراس يستحقوا يكونوا موجودين في المنتخب. بشكر من خلالك مدربينهم اللي هم يعني احنا بنكمل شغلهم، لان هم لو مش شغالين بشكل جيد احنا نتعب يعني. لكن هم اللي بشكر ايمن طاهر، بشكر طارق سليمان، بشكر سعفان، بشكر ايمن عبد العال، بشكر كل الناس، ايمن بسيوني، كل مدربين الحراس اللي حرسوا في المنتخب. كابتن فكري صالح طبعا شاك مجروح ما اقدرش انا حتى اشكره، لانه ده طبعا يعني مدربي، وربنا دايما كده يجعلنا في حب وفي يعني كل واحد يبقى يعني شايل للتاني حاجه كويسه. واحنا شفنا قد ايه الزنقه اللي احنا بنبقى فيها من خلال يعني النوايا الحلوه والقلوب الصافيه، ربنا سبحانه وتعالى بيخرجنا من اللي احنا كنا فيه بحاجه حلوه فرحت مصر وفرحت الشعب المصري الحمد لله. يا رب دايما يا كابتن فرحانين، ويا رب دايما نبارك لحضرتك وربنا يوفقك كده. ودايما كان ليك تصريح ان انت مش قلقان على مركز حراسه المرمى في المنتخب الوطني، عملت شغل كويس. بشكرك كابتن احمد وببارك لك الف مبروك كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الاول. اخد واحد كمان الحقيقه يعني صاحب مجهود كبير جدا وصاحب انجاز كبير مع المنتخب، حظه كان كويس، هو شخصيه مرتبه ومحترمه، كابتن يعني اسامه نبيه اشاد بيه كتير، والحقيقه هبل هيطم من الشخصيات اللي اضافت للجزء الاداري في المنتخب الوطني. باشمهندس ايهاب مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، ازيك اخبارك ايه؟ اخبارك يا ابو وحشني. والله يخليك، وكابتن اسامه وحشنا بقالي كتير ما شفناهوش والله. بقالي ساعتين ثلاثه صح؟ وحشتني. منورنا كابتن. الف مبروك يا ايهاب الحقيقه، يعني اول ختم في السي في قوي، انت الحقيقه عملت شكل المنتخب اداريا جيد وبشكل منظم جدا، سديت الحته بتاعت الكابتن سمير عدلي وعدت تاني للمنتخب لشكله، وكان ليك دور كبير الحقيقه.
الحمد لله كانت 0-1 يعني الامور كانت الحمد لله كويسه يعني يعني مهما قلت والله المجموعه كلها اللي ساعدتني كمان يعني المجموعه كلها الشباب الصغير اللي اشتغل اجتهد في الناحيه الاداريه الجهاز الفني وانا بقول لك يا سيف والله مش عشان كانت سامع قاعد ولا لا كلهم برضو كانوا واقفين معايا كلهم كانوا بيتكلموا على طول في اي حاجه اي ملاحظه كنا على طول اول بنلحقها والحمد لله كل واحد كان عارف دوره كابتن سيف كل واحد عارف دوره ايه موجود التزاماته ايه الدور اللي عليه بهدوء حاولنا نجتهد الحمد لله توفقنا الحمد لله ودي البدايه انا مش بقول ان دي يعني كل هي لا دي البدايه ان احنا ده وضع منتخب مصر ده لازم يكون مصر كده على الطريق الصح ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعني ايهاب طمني على اللقاء الودي هل هتعملوا لقاءات وديه في شهر 5 ولا بعد التصنيف الجديد ده الامور متغيره معاكم هي لازم تتحسب يا كابتن سيف برضه يعني عشان برضه الناس تبقى عارفه ان احنا كنا بنحاول نشتغل في الفتره اللي فاتت ان احنا نحسن موقفنا منها برضه بتكلم في المشاركات من ناحيه الناحيه الفنيه مطلوبه لكن من الناحيه الثانيه برضه من ناحيه التصنيف يعني انت كنت دايما تلاحظ انت بتشوف بتلعب في التايمينج بتتكلم في يناير فتره يناير فبراير فتره زي ما بيقولوا كره فتره ده فتره ميته جدا يعني ما ينفعش ان انت تلاقي فرقه تكون جاهزه فبالتالي ده كان فيه جزئيه من ناحيه ان انت تفكر مين قريب منك مين اقرب منك بعيد قريب يعني كنت تحاول تحسبها فالفتره اللي جايه لازم نبص لوضع مختلف انت النهارده طلعت التصنيف اول الحمد لله بس برضه في فرق لسه صغير في فرق لازم محتاج مجهود تفكير ومجهود كويس في الفتره اللي جايه يمكن شهر 4 كنا احنا بنفكر برضه كنا مأجلين القرار في شهر 4 لحين ما تشوف نتيجه المباراتين بتاع نيجيريا الحمد لله توفقنا فيهم 4 بوند مهمين جدا في التصنيف فبالتالي بنفكر في المرحله الثانيه 30 مايو 7 جون دي فتره توقف دولي فيها مباراه في تنزانيا والمباراه التنزانيه تحددت النهارده برضه مدلل كابتن سامي انها بقت 4-6 خلاص للاتحاد الافريقي حطها على السيستم 4-6 فبالتالي احنا محتاجين نبتدي نشتغل نفكر التصنيف بتاع هل التصنيف احنا بنتكلم كتصنيف ولا مشاركه من الناحيه الفنيه؟ طبعا من الناحيه الفنيه دي لسه هنتكلم فيها طبعا مع مستر كوبر ومع كابتن اسامه والمجموعه كلها وكابتن احمد ناجي فبالتالي ان شاء الله محتاجه لسه تفكير محتاجه تفكير في الفتره الجايه بس ان شاء الله لو في مباراه وديه في الفتره دي يبقى هتكون في مباراه قويه في التوقف ده ولازم تتحسب كويس نقطها عاليه ولازم نشوف برضو حجم الاجهاد وحجم الشغل اللي هيتعمل في مباراه تنزانيا ان احنا بنفكر مباراه تنزانيا برضو مش عشان انت خلاص تقريبا شبه تاهلت لكن لا انت بتبص لها من ناحيه برضو المخاطره في التصنيف لازم تتحسب كويس يعني ايه القرار الان ما اتخذش يا كابتن سيف يمكن كابتن اسامه برضو اتكلمنا في الموضوع ده امبارح مع بعض وهنراجع فيها طبعا مستر كوبر في الفتره اللي جايه ان شاء الله ان شاء الله بتمنى لك كل التوفيق يا ايهاب وبشكرك شكرا جزيلا مهندس ايهاب لهيطه مدير المنتخب دينامو الوطني دينامو مؤدي بشكل جيد الحقيقه شخصيه رائعه وشخصيه جميله جدا وبعدين لما يقول لك تعرف فلان تقول له اه تقول له عشيرته يقول لك لا ما عشيرتوش يقول له ما تعرفوش فالحقيقه باشمهندس ايهاب لما تعاشره وتشتغل معاه حاجه رائعه ما حسيناش اشتغلنا بقالنا فتره كبيره معاه بنتكلم في 6 شهور حاجه روعه هرجع كامل مع حضرتك موضوعنا لكن فاصل سريع ونعود من جديد مع الكابتن اسامه نبيه اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل الملعب اليوم مع نجمنا وضيفنا النهارده كابتن اسامه نبيه السؤال يا كابتن هنروح الجابون ايوه يعني نعمل شغل ننافس ممكن دوكم بدايه ولا محتاجين وقت بص يا كابتن سيف احنا الحمد لله زي ما قلت لك رجعنا ورجعنا مش عايزين نقول ان احنا رجعنا كبار قوي وبسرعه قوي وعملنا كل حاجه احنا رجعنا راجعين خطوات محسوبه يعني الحمد لله رجعنا حطينا رجلينا مصر اسم مصر لما بيتحط في البطوله بيبقى مزعج للناس بيبقى مزعج للفرق المشاركه في البطوله الافريقيه وكون ان انت عايد من ان انت كنت بطل وكنت بطل القاره 3 مرات متتاليه لما تحط رجلك هتبقى مزعج احنا متخيلين ان احنا واحنا موجودين في الجابون هيبقى لينا شأن تاني خالص ممكن ما يبقاش معلن ساعتها لكن انت لما بتحط رجلك الاحساس والمسؤوليه بتعلى اللعيب المصري عارف يعني ايه قيمه البطوله الافريقيه كاس الامم الافريقيه محتاج وقت اه طبعا محتاج وقت طبعا مفيش كلام لكن الحمد لله الحمد لله زي ما قلت لك بقول لك امبارح يعني محتاج حاجه من الكابتن هاني
محتاجه دايما طبعا جنب مني. كابتن انا بريده مساء الخير. انا كابتن شيف مساء الفل. ازيك يا حبيبي؟ ازيك كابتن، وحشنا والف مبروك ومجهود كبير الحقيقه يعني مع المنتخب، وتوليت لحضرتك الموضوع في وقت صعب جدا ومجهود كبير جدا كمان عليك الحقيقه، شايفك على طول على الشاشه يعني مشمر وبتاع والدنيا صعبه. لا والله شيف انا يمكن بعد الماتش مباشره شكرت اللعيبه وشكرت الجهاز الفني على المجهود اللي عملوه اللي هم كانوا فيه خلال ال10 ايام اللي فاتوا، انما الحمد لله اهم حاجه ان هم اسعدوا الشعب المصري. كابتن اسامه نبيه بيسلم عليك. باشمهندس. اسامه ده ازيك يا اسامه؟ ازيك حبيبي؟ تحياتي ليك وتشكر على المجهود الرائع، واللي جاي ان شاء الله هيكون احسن واحسن باذن الله ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن اسامه. انا بقالي 8 ساعات ما شفتكش صحيح. وحشني والله وحشني. ربنا يكرمك. يا رب ان شاء الله. لا يعني بص هم يعني طبعا انا بسعد طبعا ان يبقى برضه من ضمن اولادي اللي انا كنت سعيد ان معايا من طلعوا وانا مسؤول عن المنتخبات اسامه نبيه، و يعني كل ما اشوف حد من المجموعه اللي انا حسيت ان انا عملت معاها مجهود كبير اوروبا ومسؤولين زيهم، فبعتقد ان ده بالنسبه لنا احسن مكسب في الدنيا. كابتن يعني هل نقدر، كنت لسه بتكلم مع كابتن اسامه، هل نقدر ان شاء الله باذن الله ان احنا نكون موجودين في الجابون ننافس نرجع زي زمان؟ الامور محتاجه وقت للكره المصريه ولا نقدر ان شاء الله باذن الله؟ شوف يا كابتن ان اولا المباراه بتاعت امبارح هي لها طبعا انتصار كان مهم جدا جدا عشان كل الموضوع بالنسبه لنا اعاده الثقه للعيبه نفسها، لانه اللعيبه نفسها طبعا الثقه ما كانتش بالدرجه الكافيه، طبعا ناس كتير يعني بيلعبوا منتخب نيجيريا بالثقه اللي هو فيه، وحتى احنا كمصريين بدانا نهون من منتخب نيجيريا اللي هو بطل افريقيا من سنه ونص، يعني مش بطل افريقيا بقاله 10 سنين، لا من سنه ونص، وبالتالي كان فرقه تقيله جدا، احنا كنا محتاجين هذا المكسب عشان الولاد يقفوا على رجلهم تاني. ويمكن قلت له الكلام ده بعد الماتش مباشره، أنا كنا بنلعب بشكل معين في الفتره دي، ويمكن اتناقشت انا مع الخواجه ومع اسامه في الموضوع، لانه احنا في الفتره دي كنا من عاوزين اولادنا بس ياخدوا الثقه، اذا كان بينقلوا ثلاث اربع نقلات، وبعدين في استعجال ان شاء الله تابون تتليهم ارسخ اقداما، وانما يعني من الخلاصه اللي انت عايز توصلها، لا هتاخد وقت يا كابتن، الموضوع مش سهل. الموضوع بياخد وقت، بده اعاده تنظيم بشكل كبير جدا، سواء الولاد الموجودين او اذا كانوا ان شاء الله يكونوا هم واقفين على رجلهم، او اذا كان ظهر مجموعه ثانيه، احنا بنتكلم لسه في حوالي سنه الا حاجه بسيطه، وبالتالي لازم اللعيبه نفسها تحافظ على نفسها وتحافظ على المستوى، وده مهم بالنسبه لنا كل ما كانت اللعيبه اللي موجوده معانا دي بعد لسه واقفه على رجلها، ده مهم جدا اعتقد لجهاز المنتخب ان شاء الله. يا كابتن هاني، الروشتة الاخيره لاتحاد الكره، اتحاد الكره مكمل هيستشكل، كان لحضرتك تصريحات امبارح وقلت ان في خمسه ممكن يعتذروا، لا هيكملوا، اقاويل كتير النهارده. والله انا بص ناحيه الاستشكال والناحيه القانونيه انا ما فاهمش فيها، يعني ما اعرفش الاجراء القضاء الاداري، يعني ما اقدرش ابدي فيه طبعا اساتذتنا في المعلومه دي، انما انا بالنسبه لنا ان مجرد الاتحاد المصري لو استشكل يبقى هو، لانه هو انا ما اعرفش الشكل العام هيبقى ايه، لانه الاتحاد المصري يعني المفروض هو لا يتعامل مع قضاء مدني بالشكل يعني تصريح حضرتك ان اتحاد الكره لو استشكل هيبقى خالف المنظومه. انت وصلت رساله، ده من وجهه نظري، من وجهه نظر الناس اللي بتفهم في الاتحاد الدولي. انت لما تخش في وانا كنت ممكن استشكل لما لجنه ما عملتش كده، لان انا من وجهه نظري عملت كده يبقى انا بعترف ان احنا ممكن نخش في القضاء العادي. فانا ما اعرفش طبعا الزملاء بيفكروا بشكل ازاي، انما موضوع الاستشكال هل هو مسؤوليه الوزاره مسؤوليتهم هم، الموضوع بالنسبه لي مش ملخبط، انما مجرد ان انا بدخل في ديبيت مع محكمه اعتقد ده مخالف لل. طب راي حضرتك ايه الروشته ايه الروشته السليمه؟ والله بقول لحضرتك كابتن، بالنسبه للي هنا للقضاء والكوابيره الكبيره اللي انا شايفها دي عايزه افلاطون يحلها. انا مش فاهم حاجه بالنسبه للقضاء الاداري ده، انا مش فاهم.
وبالتالي انا بقول ان الناس لو في حاجه وما جاتلهمش حاجه رسميه لغايه الوقت اعتقد لا جات النهارده كان وصلت النهارده مهم انه نشوف حيثيات القضيه شكلها ايه. بالنسبه لنا ان انا طبعا حته التعيين ان اعاده التعيين زي النادي الاهلي طبعا ده كلام مش مظبوط وما اعتقدش ان الوزير خالد عبد العزيز هياخد الخطوه دي. الحاجه الثانيه انا ما عنديش فكره اللي موجود في حيثيات الحكم ايه بالظبط انما اللي موجودين كله الفتره قليله جدا المتبقيه في ناس بتفكر في انتخابات مبكره في ناس بتفكر ان نعمل استشكال ويقعد لشهرين ثلاثه ينفع يبقى في انتخابات مبكره يا باشمهندس؟ الجمعيه العموميه صاحبه الحق الاصيل في حاجه كل حاجه هي قال انتخابات بعد لجنه اولمبيه ممكن تقول انتخابات بعد كاس العالم ممكن تقول انتخابات عند الضروره يعني بقى لو قضى ثلاث سنين وحصل كذا ممكن يعني الجمعيه العموميه هي صاحبه الحق الاصيل فانها تطلع ما ترى من لوائح منظمه لاداره اللعبه. تمام ماشي يا كابتن بشكرك كابتن هاني وبتمنى لك كل التوفيق. المهندس هاني ابو ريده عضو مكتب تنفيذي الاتحاد الدولي والمشرف على المنتخب الاول مجهود كبير برضو كابتن هاني معاكم. طبعا ما فيش كلام واول ما تولى الاشراف علينا كلنا اتفقنا الخير واسم كبير عنده خبرات كبيره جدا يا كابتن سيف تساعدك على النجاح طبعا. ومؤشراتها بدات تظهر مش من امبارح لا من اول ما تولى الاشراف علينا واحنا عارفين ان احنا رايحين في سكه سليمه ومجهود كبير على فكره الكابتن حسن فريد برضو طبعا الحقيقة. طبعا طبعا ورغم اعتذاره برضو مكمل على طول الراجل معانا يشكر طبعا الكابتن حسن فريد على الفتره اللي قضاها معانا وعلى طول في ظهرنا وعلى طول متواجد معانا وعلى طول على تواصل معانا. ما قلت لك الحقيقه احنا الفتره اللي فاتت كان في مسؤوليه مشتركه مسؤوليه جماعيه الناس زي ما قلت لك احنا مشروعهم واحنا حلمهم ومن مشروع والحلم ده الناس شغاله فوجود الكابتن حسن فريد في الفتره اللي فاتت كابتن هاني ابو ريده بعد ما تولى المسؤوليه كمان والاشراف الموضوع خدنا لحته تانية خالص في اسس تانية ومعايير تانية للنجاح هنشتغل عليها محتاجين وقت زي ما الباشمهندس هاني قال لك محتاجين وقت لكن انت عارف هنا برضو لما بتوصل للمكان محدش بيرحمك يعني هنقول وقت وهنقول عايزين فتره زمنيه نشتغل فيها كتير لكن لما هتحط رجلك هناك هتقول ننافس شوف المجموعه بتاعتنا مين ما احنا كنا معانا مين هنبدا نحسبها حسابات تانية خالص لكن احنا عندنا ثقه في الله وثقه في اللعيبه اللي موجوده معانا وثقه في اللعيبه اللي موجوده هتبقى الفترات الكتيره اللي جايه معانا ان شاء الله ان احنا ممكن نقدر بس زي ما قلت لك احنا لازم نكون مشروع البلد كلها مش مشروع جهاز فني مش مشروع اتحاد كوره مش مشروع فردي يعني مشروع جماعي ناس تشتغل عليه هنوصل لحته تانية. انا متاكد ان انت سعيد جدا جدا ان الدنيا هتمشي والدنيا هترجع مره تانية وهتلاقي نفسك بتحل المباريات الدوري والكاس خده حد تاني وفي بطوله السوبر هياخدها حد تالت وترجع لك انت حاجه تانية وربنا يبارك للكل وكل الناس تشتغل ووفق كل الناس الحقيقه انا ببقى حزين جدا لما بشوف حد كان مقدم برامج وكان بيشتغل في الميديا او في الاعلام وبلاقيه مثلا ضيف او ما كان ليه برنامج كابتن وكان دلوقتي كل البرامج اللي بتطلع حتى التوك شوز والبرامج الساسيه بتجيب دلوقتي نجوم الرياضه وبتعمل انترفيوز مع نجوم الرياضه ده دليل ان انت رجعت تاني ان الرياضه والكوره رجعت تاني بشكل كبير وده شيء جيد. انا عايز الحقيقه زي ما بنقول ان الحياه نمره واحد عايز اشوف 100 قناه جنبها بتشتغل رياضه بتشتغل حاجه احنا بنحبها لان هي دي الحاجات اللي بتجمعنا. انت تقطع علينا بقى يعني احنا قاعدين نبارك لك وبتاع جاي 100 قناه. انا قلت الحقيقه نمره واحد انا الاول سمعتني قلت الحقيقه نمره واحد وبعدين في قناه لا يعني عايزين نشوف لا الدنيا لان احنا انا محتاجك وانت محتاجني فرحه الناس دي كلها مين هيترجمها؟ مش هيترجمها كابتن سيف بس هيترجمها كل اللي شغالين في العمل الرياضي كله وكل واحد بقى يروح للي بيحبه انت هنا محبوبينك كتير وناس بتحبك والحقيقه طبعا احنا ما ينفعش اليوم يعدي عليك كده ما ينفعش ما تفتحش قناه الحياه تشوف الدنيا رايحه فين وجايه فين يعني حتى لو هو عارف انت وانت في التمرين ومهيب بيغطي مهيب عمل مجهود كبير حاجه رائعه وحاجه جميله لا بس بقول لك ايه عارف انت بيشتغل معاك من قلبه مش بيشتغل معاك عشان هو ده شغله وده حقه لا. انت فاهمني ازاي لا بتحس بفرحه عينيه وبتحس وهو بيكلمك بيطلع السؤال من جواه مش بيطلع السؤال وهو ورا منه حاجه عشان يسلمك ولا انت عارف انت الحاجات دي لكن حاجات دي يا كابتن تسعدنا احنا بتسعدنا قوي الحاجات دي بتحزن عليك يسلمك لفظ يسلمك انت قلت بص انا وحضرتك فاهمني وانا فاهم ايوه من جرى العرف يعني ان بتضايقك ساعات بس في حاجات ضايقتكوا قبل تصريحات خالص 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 ليه؟ لان احنا ما بندافعش غير حاجه واحده او مصدر واحد انت فاهمني ازاي؟
انت لو شغلت نفسك بالمصادر الباقيه خلصت. انت فاهمني ازاي؟ انت تقراش يا كابتن في الوسط ولا لا؟ بص احنا رحنا كادونا دي النت كان بعافيه شويه فعلا حلاوه ان هو بعافيه شويه، لكن ما حدش يكلمك يحكي لك او مش عايز. انا عايز اقول لك على حاجه، التليفون يرن مثلا البيت، الوالده، الوالد، اهلا وسهلا كابتن سيف، اللي عارفه انت فاهمني، اللي ما عرفوش بوسه والناس تزعل منك وتتضايق منك وتبقى مش عارف ايه، بس اللي يحبك واللي يحب مصلحتك بيبقى عارف ان انت عندك شغل وعندك مسؤوليه وعندك هم، لان كان ممكن مبقاش انا الضيف النهارده. لا يا كابتن ضيف على طول عندنا. ما انا عارف، ما انا بقول لك، لا ما انا بقول لك كان ممكن مبقاش الضيف يعني كان النهارده الناس فرحانه والدنيا، كان ممكن يبقى ضيف واحد تاني جاي يكلمك في ليه لعب دوت وكانت وجهه نظره في ايه ومين اللي لعبهم دول قبل ما يروحوا يلعبوا نيجيريا وكانت ايه الاستفاء، فاهمني ازاي؟ فهي دي الكوره وهي دي حال الرياضه، احنا مقتنعين بدوت ودايما عندنا تفاؤل ومتفائلين ودايما اللي جوانا فل نظيف، هتلاقي الدنيا حلوه يعني ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا كابتن اسامه، اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله ومزيد من التوفيق. ببقى سعيد ان انا موجود معك. عايز بس في ثانيه واحده اشكر الجهاز الطبي واشكر الجهاز الاداري. الجهاز الطبي بقياده الدكتور محمد ابو العيله والدكتور حسام الابراشي بدر امام وحسنين حمزه، وعايز اشكر الجهاز الاداري الشباب الكفء اللي بيجتهدوا وبيتعبوا وبيشقوا فعلا في الكواليس محدش دارين بيهم خالص، محمد صلاح، محمد طاهر، ورامي بكر، بشكرهم يعني تعبتوا معانا ولسه هتتعبوا اكتر في اللي جاي كمان. يا رب ربنا يوفق حضرتك ويوفقهم ان شاء الله في اللي جاي ودايما نبارك لكم في ده. خلصنا حلقتنا النهارده مع نجمنا وضيفنا كابتن اسامه نبيه مدرب عام للمنتخب الوطني، الف مبروك للمنتخب الوطني، وبكره ان شاء الله باذن الله حلقه جديده من حلقات الملاعب اليوم. تصبحوا على خير، السلام عليكم.